بسم الله الرحمن الرحيم. انا مصطفى محمود عبد العظيم، تيم هاردوير في سان لانجوج جي اف تور بروجكت. هتكلم عن المشروع بتاعنا باختصار، وكتيم هاردوير بالذات يعني مطلوب مننا ايه؟ مطلوب مننا نصمم جلاف. الجلاف دوت مهمته ان هو يحول لغة الاشارة دي لتكست، والتكست دوت بنبعته للساين لانجوج جي اف تور ابلكيشن اللي هيصمموا تيم السوفت وير، هما يخرجوه كتكست وكصوت. تمام. طب ايه اول كومبوننتس، ايه اول كومبوننت عندنا في الجلاف بتاعنا؟ اول كومبوننت واهم كومبوننت عندنا في الجلاف بتاعنا هي الفليكس سنسور. ايه الفليكس سنسور باختصار؟ الفليكس سنسور باختصار هو عبارة عن مقاومة قيمتها بتقل كل ما بتنحني او بيحصل لها ايماء. طيب هي القيمة دي لما بتنحني أو بيحصل لها إيماء، القيمة دي ما بتكونش كبيرة، فاحنا بالنسبة لمشروعنا محتاجين القيمة دي تكون كبيرة علشان نديتكت الزاوية كام بالظبط. فعشان نديتكت الزاوية كام بالظبط، فاحنا عملنا معاها فولتج ديفايدر بمقاومة تانية. المقاومة دي يعني لقينا إن أكتر مقاومة مناسبة وتدينا رينج كبير نعرف نتعامل معاه هي العشرة كيلو اوم بالنسبة للفليكس سنسور الكبيرة، وبالنسبة للفليكس سنسور الصغيرة اللي هي بتتحط على الجلوف على الصباع الصغير في الجلوف هتبقى 15 كيلو. الفولتج ديفايدر دوت يعني زي ما موضح كده ان هو الزاوية احنا من 0 ل 90، فهو في 0 و45 و90 دي اللي احنا محتاجينهم في مئات الصباع. فهو في العادي مثلا سي هيقول لنا هيدينا من 100 ل 150، لا لما نحط الفولتج ديفايدر هتدينا من 500 ل 900. فدلوقتي الرينج بقى كبير كفايه اللي احنا نعرف نديتكت الزاويه دي كام بالظبط. تمام. طيب الامبيو والفليكس، الامبيو طبعا احنا معانا تاني كومبوننت معانا الامبيو، هتكلم عليه باشمهندس اسلام. الامبيو بيديني قرايات والفليكس سنسور بيديني قرايات. طيب عاوزين مايكرو كنترولر نعرف نعمل عليه العمليات بتاعتنا، فايه كان اكتر مايكرو كنترولر يعني مناسب للمشروع بتاعنا؟ هو الاردوينو نانو. ليه الاردوينو نانو؟ سمولر وشيبر زي من الاردوينو اونو، وكمان اكتر ميزه فيه ان هو 8 انالوج تو ديجيتال كونفرتر، واحنا محتاجينهم كلنا وكلهم. محتاجين 5 للفليكس سنسور، محتاجين 2 للام بي يو، محتاجين 1 للكونتاكت سنسور. طب ليه اصلا احنا محتاجين 5 فليكس سنسور؟ يعني ممكن كانت عين بقل شويه، فهو لا مش هينفع، لان انت الفليكس سنسور يعني الايماءات الحرف الواحد بيحتاج كل شكل الصوابع علشان نعرف نديتكت الصباع دوت عامل حرف ايه بالظبط. زي ما هو باين كده في الصور احنا هنا مستخدمين كل الصوابع تقريبا، فهو لازم الخمس فليكس سنسور على قد الخمس صوابع بالظبط، ما ينفعش نستغنى عن ولا صباع في لغة الإشارة. طب ليه محتاجين الام بي يو؟ علشان نحدد الزوايا بتاعة حركة الإيد، زي ما هو واضح كده قدامكم إن في الإيد واخدة نفس الشكل بالظبط، فهو كده فليكس سنسور قاري نفس القرايات، ولكن الحاجة الوحيدة اللي بتختلف هنا هي الزاوية، الإيد متجهة فين أو الإيد مكانها فين. فعشان كده احتاجنا الام بي يو. طب ليه احتاجنا الكونتاكت سنسور؟ في برضه حروف متشابهه في الفليكس ايماءات الصوابع اللي هي فليكس سنسور واحد والزاويه واحده، ولكن فقط الاختلاف الوحيد اللي هو الكونتاكت سنسور اللي هو الصباع لازم يكون الصباع متلامسه. طب دي بيحلها الكونتاكت سنسور. ايه هو الكونتاكت سنسور؟ الكونتاكت سنسور باختصار هو الاف اس ار. الاف اس ار دوت لما بيجي ضغط عليه بيدي قرايه. طب لو ما جاش ضغط هو بيقرا زيرو، فكده ممكن نحل المشكله دي بسهوله، ان هو لو جه زيرو يبقى هو ما فيش تلامس، هو بيدينا حرف الشين. طب لو اكبر من الزيرو فهو كده حرف في تلامس، فكده هو ده حرف السين. طب بعد ما جمعنا قرايات السنسورز والام بي يو ده كله هنعمل بيها ايه؟ طيب احنا كده كان قدامنا طريقين، الطريق اللي احنا نستخدم الماشين ليرنينج، وطريق اللي هو اللي احنا عملناه دلوقتي علشان الظروف اللي حصلت واللي هو استخدمنا فيها الاردوينو بس. لكن يعني كان طريق الماشين ليرنينج كنا ماشيين فيه.
المهم خلينا نتكلم الأول، هنرجع تاني للماشين ليرنينج، بس خلينا نتكلم الأول عن الأردوينو لوحده. الأردوينو لوحده تمام. دلوقتي أنا عندي 5 قرايات، وعندي قرايات الإمبيو. طب احنا هنستخدمهم ازاي؟ فاحنا كنا بنعمل كل شكل الحرف كذا مرة كتير علشان نعرف ناخد رينج معين لقرايات السنسورز دي، نقدر نعمل بيها الحرف بشكل مبدئي. يعني هو الحرف مثلا زي حرف الألف، فهو حرف الألف كده، فاحنا محتاجين بقى يعني نعمل الحرف ده كذا مرة، أكتر من مرة، علشان ناخد قرايات سنسورز كتير، لأن مش كل مرة هعمل الحرف بنفس دقة السنسورز دي. فبفك إيدي مثلا وبعدين بعمله تاني. نكرر التجربة دي كذا مرة، ناخد هنلاقي ان يعني هو السنسور ما بيزيدش عن حد معين او بيقلش عن حد معين، وكذلك الزوايا. فبعد تكرار الحركة دي كذا مرة يبقى قدرنا نحدد الرنجات اللي بيقع فيها الحرف ده، وهكذا بقى مع كل الحروف يعني. ودي برضو من مشاكل الاردوينو اللي احنا يعني كررنا فانكشن كتير، اللي هي الاف كونشن، عملناها 28 مرة علشان نقدر نديتكت ال 28 حرف مثلا. فدي عيب من عيوب الأردوينو. زي ما احنا شايفين كده، حطينا الفليكس اي دي سي، هتلاقي حاطينه فرنج، اللي هو ده سنسور واحد، اللي هو الفليكس سنسور الأول، الفليكس سنسور التاني، الفليكس سنسور التالت، وهكذا سوا. فبعد ما بيحقق الشروط دي، لو حققها كلها فبيطبع لي حرف الليه مثلا. هو كده بيطبع سيريال منتور عادي، لسه ما عملناش حاجة فيه. بس في مشكلة هنا، ان اخر حرف، يعني في مشكلتين هيقابلون، ان الدقة اللي انت ممكن وانت بتحرك ايدك عادي مش قصدك اصلا بتعمل اي حرف، فممكن تعمل حرف غصب عنك وانت مش قصد اصلا تعمل الحرف ده. فدي مشكلة من مشاكل الاردوينو اللي كان ماشين ليرنينج هيحلها. وان اخر اف فانكشن دي هيحصل لها ديلي، هو مش ملحوظ لكن هو هيحصل. دي برضو مشكله الماشين ليرنينج كان حلها، لان هو مش بيتشيك كله في وقت واحد، لا ده هو بيتشيك على الاول، بعدين بيتشيك على التاني، وبعدين بيتشيك على التالت، وهكذا لحد ما يوصل اخر واحد. تمام. طب دلوقتي احنا عاوزين نبعت بقى الحرف دوت من الاردوينو بتاعنا للموبايل ابلكيشن زي ما اتكلمنا، هنعمل ايه؟ فاحنا هنستخدم البلوتوث موديول اللي هو اتش سي 05، وهو يعني بيبعت عن طريق يو ارت بروتوكول. خلينا نتكلم كده بسرعه عن ايه هو اليو ارت بروتوكول. يونيفرسال اسينكرونس ريسيفر ترانسميتر. طب ايه هو خصائصه؟ يعني الفول دوبلكس. ايه الفول دوبلكس؟ ان هو بيبعت وبيستقبل في نفس الوقت، دي حاجه مهمه طبعا. فبنوصل التي اكس في الـ اردوينو مثلا بالار اكس بتاع البلوتوث، والعكس اللي بنوصل الار اكس بتاع الاردوينو بالتي اكس بتاع البلوتوث. هو ايه تاني؟ ان هو بوينت تو بوينت. ايه بوينت تو بوينت؟ ان هو دو ديفايس بس منفصلين من بعض، مفيش ماستر وكذا سليف مثلا. طب ان هو اي سينكرونس، فهو مفيش كلوك بينهم. طب بس برضو لازم ناخد بالنا من حاجة، ان هو لازم البود ريت يبقى واحد في البلوتوث تيرمينال وفي أردوينو بتاعنا عشان يبعت بنفس السرعة. إيه طب الفريق؟ وفي أي رابع حاجة، الفريم بروتوكول بتاعه اللي هو واحد، عنده ستارت بيت وعنده اند بيت، ستوب بيت، عنده ستوب بيت واحدة، وممكن ستوب بيت دي بنظبطها احنا من الكونفيج بتاعنا. في برضو البارتي بيت دي اللي هي بتشيك الايرور، دي برضو بنظبطها من الكونفيج عاوزينها او مش عاوزينها. وفي 8 بيت للدات، 3 الدات. طب وصلنا البلوتوث بالاردوينو بتاعنا، دلوقتي هنعمل داونلود للبلوتوث تيرمينال على الموبايل الابلكيشن، ودوت هيبقى يعني سيميليشن للابلكيشن اللي تيم السوفت وير بتاعنا هيعمله. فاول حاجه احنا عاوزين نجرب كده، لازم او او لازم او قبل اي حاجه اللي احنا نتاكد ان الموبايل عمل كونكت بالبلوتوث، عشان نبدا نعمل ناخد القرايات بقى بتاعتي من الجلاف وكل حاجه، علشان ما يحصلش مجهود على الفاضي. يعني لو انت اصلا مش عامل كونكت فما تقراش حاجه او ما تعملش اي حاجه. فده كان اللي احنا كتبنا قبل الكود بتاعنا، الوايل سيريال دي اللي هو يعني لما السيريال تعمل له كونكت،
ابدأ بقراية الكود ونفذ الأوامر اللي فيه. دلوقتي بعد ما حصل احنا اتأكدنا خلاص ان البلوتوث اتوصل بالموبايل وكل حاجة تمام، فجربنا نبعت حرف ليه على طول بعد ما حقق الكونديشنز بتاعته. فقلنا ابعت حرف ليه للبلوتوث تيرمينال، وهنا قابلتنا اول مشكلة ان يعني معظم الحاجات البلوتوث تيرمينال او كلها تقريبا ما بتدعمش اللغة العربية يعني مباشر، ما ينفع تقول له اطبع حرف ليه هيبعتها لك. فاحنا استخدمنا بقى يعني دورنا كده ووصلنا لطريقة يعني اللي احنا ممكن نستخدم اليونيكود. اليونيكود اللي هو UTF-16 بنستخدم في مواقع كده تحط فيها الحرف يطلع لك اليونيكود بتاعه. استخدمنا اليونيكود مثلا بتاع الحروف العربية كلها وجربناها يعني اشتغلت تمام. فهو اليونيكود بيطلع بالشكل دوت، اللي انت بتحط سلاش يو قبل اليونيكود بتاع الحرف وبتبعته، بيتبعت على انه سترينج طبعا، فهو بيقراه هناك حرف المين شغال زي ما هو واضح عندنا هنا تمام. تاني مشكلة قابلتنا ان الحرف مثلا اللي لما اتطبع هو ما اتطبعش مرة وقف، لا ده اتطبع كتير يعني بيتبع كذا مرة ورا بعضه، علشان قبل حتى ما انت ما تلحق تغير شكل ايدك عامل ازاي. فحليناها بالفانكشن دي اللي احنا قلنا له يعني لو الحرف جاي لك هو هو ما تعملش حاجة، لكن لو الحرف اتغير ابدأ اطبع الحرف وابعته لل بلوتوث تيرمينال. طبعا بقى خلاص بعد ما عملنا الفانكشن دي هنبدأ نستخدمها في الكونديشن على طول. فهنقول هنا برنت فانكشن، هي دي الفانكشن اللي احنا عملناها اليونيكود بتاع حرف ليه، فيوصل حرف ليه مظبوط تمام. دي كده الكلام ده طبعا اي حاجه اتعملت للحرف اللي انا شرحت عليه ده طبعا اتعمل لل 28 حرف، ودي طبعا كان بيدينا مشاكل كتير ان في رنجات متقاربه شويه في بعض الحروف، فكان ساعات حرف بتعمله وتلاقي حرف تاني اتعمل غصب عنك. طب ايه كان حل المشكله بقى دي؟ حل المشكله دي كان انت هيحله الماشين ليرنينج. الماشين ليرنينج عشان نستخدمه كنا محتاجين ريزبيري باي، فكان لقينا انسب حاجه عندنا ممكن نستخدمها الريزبيري باي زيرو برضو عشان هو صغير يعني وارخص، والسي بي يو اللي فيه كان يكفي العمليات اللي هنعملها عليه يعني. فطب ايه اسهل طريقه ممكن نوصل بيها بين الاردوين والريزبيري باي؟ كان هيبقى عن طريق اليو اس بي، بس كان هنحتاج نعمل شويه كونفيجر شويه حاجات كده قبل ما نوصل الاردوينو بالريزبيري باي. هنحتاج اول حاجه بعد ما ننزل لينكس على الريزبيري باي وكل حاجه هنفتح التيرمينال ونكتب الكوماند اللي هو قدامنا ده تمام، اللي هو الباي ات ريزبيري باي دولار ساين او الكود ده كامل. فالكود ده بعد ما نكتبه هيجيب لنا البورتس الموجوده في الريزبيري باي تمام. فبعدها بعد ما نعمل الكوماند دوت هنوصل بقى الاردوينو، نكتب نفس الكوماند تاني هيظهر لنا بورت جديد. البورت الجديد ده هو بتاع الاردوينو يونو بتاعنا، لو عندنا هنا ال تي تي واي يو اس بي 0 هو ده البورت بتاع الاردوينو بتاعنا. زي ما احنا ملاحظين هنا هو مش موجود هنا قبل ما نوصل الاردوينو وموجود هنا بعد ما نوصله. فكده السيريال بتاع الاردوينو بتاعنا بقى هو اللي على طول بيبعت مباشر للريزبري باي. فاي حاجه انا عايز ابعتها للريزبري باي فاعمل لها سيريال دوت برنت. طب ايه ليه عملنا السيريال دوت برنت الاتش تي دي؟ دي ليها برضو حاجه مهمه في البايثون كود هنحتاجها يعني وراك دلوقتي. المهم خلينا بس ناخد بالنا ان هنا البود ريت 9600، مهم جدا يكون نفس البود ريت هنا 9600 علشان تبقى نفس السرعه. زي ما احنا ملاحظين بعد ما عملنا الامبورت للسيريال والامبورت للتايم، فالاردوينو احنا اهو البورت اسم البورت اللي احنا استخدمناه، فكده بقى ده السيريال برضه بينه بين الريزبري باي بين الاردوينو، ظبطنا البود ريت. وهنا هنبدا نقرا من الاردوينو تمام. فبنعمل الامر الريد لاين وبنحطها بعد كده في البيسز تساوي الداتا دوت السبليت. ايه فايده الامر دوت؟ اللي انا بقول له كل ما تلاقي سبليت حطها قيمة لوحدها، فهي البيس دي هتبقى الري، الري زيرو بتاعها اللي هو البيس زيرو بتاعها هيبقى فيه فليكس 1 تمام، البيس 2 هيبقى فيه
الفليكس 2 ده اللي وصل لنا من هناك، وهكذا لحد ما نخلص الانبيو. تمام كده، انا عنده 6 قرايات اللي هو محتاجهم. هبدا ابعت القرايات دي للماشين ليرنينج موديول اللي هيكلمكم عنه عمار. هحط هنا الاري 0 اللي هو مستخدمه في الموديول الفليكس 1 والاري 1 بالفليكس 2 وهكذا. شكرا.